فينفخ الصور نفخة واحدة، صعقة، نفخة قوية، صوت رهيب جدا. شفت الصاعقة إذا نزلت مثله، ثم بعد ذلك تتفجر أو تتزلزل، تدك الأرض دكا دكا، وتتفجر الأرض ببراكينها، فتمشي البراكين إلى البحار، فتسجر البحار، نار في السماء ونار في الأرض ونار في البحر، والناس تصيح ما لها ما لها، والصوت يمشي ويقتل، يمشي ويقتل. فكيف تقوم الساعة؟ يبعث الله تعالى ريحا طيبة كالحرير، لا يشمها مؤمن أو أحد في قلبه لا إله إلا الله إلا يموت مباشرة. تمشي هذه الريح وتقتل تقتل تقتل، فلا يبقى مؤمن على وجه الأرض. ويرفع القرآن ويرفع كل شيء فيه اسم الله، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة. فكيف تقوم الساعة؟ صاحب القرن اللي هو اسمه إسرافيل واضع البوق في فمه منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر هذه اللحظة.